صار لي زمان ما عملت حلقة سيت اب شو. هو انا مخطط هيك من البداية، مبدي القناة تكون بس عن السيت ابات وسيت اب شو، بعدين بصير المحتوى ممل ومتكرر. اللي حابب يشارك بالسلسلة رابط الفيديو الشرح تحت في الوصف. وبدون طول حكي خلينا نبدأ بأول مشاركة من سمير من سوريا. انا عن جد صرت اقول مين سمير اول ما شفت هالشاشة. What is this؟ مغطي الملعب من المرمى للمرمى. يمكن هاي اول مرة بحس حالي رغبان ألعب فيفا، بعمري ما خطر عبالي ألعب هاللعبة. ما شاء الله السيت اب كله أوفر كيل، البي سي من أقوى المواصفات، معالج i7-9700K، كرت 2080 Ti Asus Matrix من أغلى كروت 2080 Ti، رامات 32 جيجا، مبرد NZXT، كراكن X52، باور سبلاي كمان أوفر كيل، كورسير RM1000X، كيس كورسير X570، وشكل القطع من الداخل ممتاز بصراحة، وخاصة مع شريط الـ RGB فوق الكابلات، بشكل رائع. عنده ويل من ثراست ماستر، أول مرة بسمع فيها، كيبورد ايسوس ROG، ماوس ديث آدر من رايزر، والسماعات هايبر إكس ستينجر، والشاشة الوحش سامسونج سوبر ألترا وايد، يعني مو ألترا وايد عادية، لا سوبر ألترا وايد، من أغلى وأضخم شاشات الألعاب. هاي بدها طاولة لوحدها، رغم أنها شاشة خرافية، بس ما بعتقد أنه في كتير ألعاب بتدعم هالريزولوشن العريض أو هالأسبكت ريشيو العريض، لأنه هي سوبر ألترا وايد. كم؟ 29:9 يمكن؟ 29:9، يعني في 16:9 والألترا وايد 21:9، وهي سوبر ألترا وايد 29:9، ماني متأكد، بس على الأغلب 29 أو 31:9. أعتقد أنه ألعاب الرياضات والسباقات بتدعم هالريزولوشن، بس باقي الألعاب رح تواجه مشاكل في الشاشة. بس على ما أعتقد الأخ بيحب هيك ألعاب فمناسبة بالنسبة له. سيتوب أوفر كيل 1000، بس يا أخي حلو مثل السيارة البوغاتي، كل شيء فيها أوفر كيل بس روعة. شكرا للمشاركة صديقي، أتمنى لك التوفيق. وننتقل للبعد من عبادة كمان من سوريا. ترى والله ما بختار السوريين بس بالتحديد، يعني صدفة. عبادة عنده دول سيتوب، على اليمين بي سي للألعاب، وعلى اليسار لابتوب موصول على الشاشة لمشاهدة الأفلام. يعني ما بعرف ليش موصل الشاشة على اللابتوب، كان ممكن توصل الشاشة على الديسكتوب على البي سي وتترك اللابتوب متنقل، يعني ما بعرف ليش. بالنهاية هذا قرارك. مواصفات البي سي، معالج i7-9700، كرت 1060 6 جيجا، ورامات 16 جيجا، الكيس اكس جيمز ماتيك، اعتقد اسمه زيج ماتيك لانه اكس جيم ماتيكس اول مره بسمع فيها الماركه، ما بعرف. وحاطط لمبه RGB داخل الكيس، وفيجر دراغون بول على ما اعتقد، ما بعرف ماني محترف انمي. حلو. الماوس ستيل سيريز رايفل 600، كيبورد هايبر اكس الوي اليت، سماعه لوجيتك G933، الشاشه ايسوس 24 بوصه 144 هرتز. كاتب لي انه لسه ما اشتغل كتير على الكيبل مانجمنت، قيد التحضير عادي مبين، يعني ما في مشكلة. يمكن اعمل فيديو كامل عن كيفية عمل الكيبل مانجمنت، اذا مهتمين بهيك فيديو اعطوني رأيكم باستطلاع الرأي. شكرا للمشاركة صديقي، سيتوب حلو، اتمنى لك التوفيق. وننتقل للبعد من عبد الله من السعودية، كمان دور سيتوب لابتوب وديسكتوب، وما شاء الله على اللوك الابيض اللي نضيف، كل شيء نظيف ومرتب مع رفوف عليها شوية كراتين وريحانة، ريحانة على ما أعتقد. شكل الغرفة بشكل عام حلو، بيستخدم السيتوب للتصاميم المعمارية والألعاب وصناعة المحتوى. على الأغلب الأخ طالب هندسة مدني، يعني هذا اللي باين علي من الديكور، وكاتب لي أنه بيستخدم السيتوب للتصاميم المعمارية، ما بعرف. مواصفات البي سي، معالج i5-8600K على رامات 16 جيجا، وكارت 1070 Ti، والمعالج مكسور ل 5 جيجا هرتز على مبرد NZXT M22، ما رايح لل NZXT كراكن لانه كافي على ما اعتقد هذا ال 120 ملم، والكيس كولر ماستر بوكس لايت 5، الشاشه MSI اوبتكس G27C2، والتلفزيون فيليبس 50 بوصه 4K، كيبورد كورسير K95 بلاتنم، والماوس لوجيتك G703 الوايرلس. عنده سماعتين من اوديو تكنيكا، من زمان ودي اشتري سماعه الاوديو تكنيكا M40X، تلزمني لمراقبة الصوت في المايك، فاعطيني رأيك فيها، إذا كنت ممنون منها اكتب لي رأيك بالتعليقات. المايكس بلو سنوبال، برأيي ما حدا لازم يشتري هالمايك حتى وإن كان سعره مغري.
لانه في مايكات افضل منه بنفس السعر. الصوت انا جربت المايك عند واحد من اصحابي، صوته شوي مخنوق وبنفس الوقت تيني نحيل، ما بعرف، كمان اعطيني رايك فيه. والاخ عنده لابتوب مواصفات قويه كمان على الاغلب للشغل المتنقل، فيه i7-6700HQ وكارت GTX 960M مع ماوس كيبورد كمان وايرلس. نايس، سيت اب حلو صديقي وبالفعل مرتب. شكرا للمشاركه، وننتقل للبعده من رامي من الاردن. واكثر شيء لفت انتباهي هو شكل الكابلات. الاخ بدل ما يخبي الكابلات ويخفيهم عمل منهم شكل لخريطه باكمان. يا اخي هنا الابداع، ليش تخفيهم طالما بتقدر تعمل منهم شكل حلو او اشكال حلوه؟ وطبعا لابد من الار جي بي على طاوله 360 درجه. الاخ رامي عمره 35 سنه وبين ترى من جهاز الصوت اللي بيستخدمه اولد سكول، ما حدا بيستخدم هالانواع من اجهزه الصوت غير اللي بيعرفهم من سن من الالفينات. مواصفات البي سي: معالج i7-4770 رامات 16 جيجا وكارت جي تي اكس 980 سوبر كلاك من اي في جي اي ومبرد كولر ماستر هايبر 212 من افضل المبردات الرخيصه، وما بعرف ليش لحد الان ما شفت حدا بيستخدمهم، نادرا. الشاشة ايسوس 2K 75 هرتز 27 بوصة، كيبورد كولر ماستر وماوس صينية. شكرا للمشاركة صديقي، وننتقل للبعده من فانتوم من بغداد. سيت اب بشاشتين وشكله لصناعة المحتوى بشكل رئيسي، بس كاتب لي انه للالعاب فقط وبالاخص باتل فيلد 5 وباب جي. مواصفات البي سي: معالج رايزن 7 2700X، مبرد ديب كول كاسل 24، واحد من اجمل المبردات المائية الموجودة في السوق حاليا، شكله حلو بصراحة. رامات 16 جيجا وكارت 1080 Ti، والكيس كولر ماستر 500P. فعلا الإضاءة في الكيسات البيض بتصير أحلى بكتير من الكيسات السود، لأنه اللون الأبيض بيعكس اللون على عكس اللون الأسود اللي بيمتص اللون، ما ببين فيه الـ RGB. اللون الأخضر مع البنفسجي عاطي ثيم حلو بصراحة. الشاشة الأولى HP 27 بوصة 2K 165 هرتز، والثانية Lenovo 22 بوصة 75 هرتز. الكيبورد فانتك 862 سماعة صينية، والماوس طبعا ماوس الشعب لوجيتك G502 ومايك بلو ياتي. سيت اب جميل صديقي، أتمنى لك التوفيق، بس عندي كم نصيحة لك. أولا الشاشة قريبة كتير على الكرسي لأنه الطاولة عندك ضيقة، فحاول تغير الطاولة، ولما تغير الطاولة كمان ضبط الكابلات لأنه الكابلات عندك وضعهم مش تمام، وخاصة أنه شاشتك 27 بوصة، يعني الشاشات الكبيرة لازم تكون بعيد عنها لحتى تستمتع بحجم الشاشة الكبير. شكرا للمشاركة صديقي، أتمنى لك التوفيق، وننتقل للبعد من محمد خالد من فلسطين، وكاتب لي أنه بيستخدم البي سي لأشياء منوعة: جيمينج، صناعة محتوى، واستخدام شخصي يومي. بس مهما كنت بتشتغل على الكمبيوتر ليش الأربع شاشات وخاصة بهالشكل زاوية؟ أول مرة بشوف حدا موصل أربع شاشات على الكمبيوتر، يعني خاصة أنه الأربع شاشات نفس الشيء كلهم 22 بوصة 60 هرتز 1080p، إيش الفايدة منهم؟ أنا فتت بالحيط بصراحة، ما بعرف. مواصفات البي سي: معالج i5-9600K رامات 32 جيجا وكارت RX 590 من سابفاير. من الرامات فهمت انه بتشتغل بصناعة المحتوى، بس لهلا ما فهمت كمان ليش اربع شاشات. المبرد المائي اسمه ايجو، على الاغلب صيني، اول مرة بسمع فيه، بس شكل ضو المراوح رهيب بصراحة، ضو الـ RGB في المراوح حلو وقوي. ماوس وكيبورد صينيات. نصيحتي لك يا محمد، تبيع كل هالشاشات وتاخد شاشة مثلا الترا وايد، بتفيدك اكتر بكتير من هالشاشات اللي حاطتهم بشكل فرانكنستاين. الشاشة الالترا وايد ممتازة للالعاب، ممتازة لصناعة المحتوى، ممتازة للستريمينج، ممتازة لكل شيء تقريبا. اربع شاشات يعني راح تضيع الشيء الوحيد اللي بتسويه في مخك، انه راح تضيعك لبين ما تلاقي المؤشر تبع الماوس. ما بعرف اذا تستفيد منهم، هذا رأيك وقرارك بالنهاية. اذا في شيء راح عن بالي وانت بتستفيد منهم اكتب لي اياه بالتعليقات، خليني اعرف واتعلم. شكرا للمشاركة صديقي، وننتقل للبعده من احمد كمان من فلسطين. الاخ شارك بالحلقة الرابعة، تذكرتك انت اللي كان عندك كابلات مثل شبكة المواصلات في الهند، وما شاء الله الأخ أخذ بالنصيحة، ضبط الكابلات بشكل ممتاز وغير الشاشة،
شاشته كانت 768 18 بوصة 60 هرتز وكمبيوتره كان جدا اوفر كيل على الشاشة فنصحته غير الشاشة. هو قال لي انه بده يغير الشاشة. جاب شاشة Alienware 25 بوصة 240 هرتز يعني يا طخه يا كسر مخه ما في عندك حل وسط. من 18 بوصة 60 هرتز ل 25 بوصة 240 هرتز يعني قفزة نوعية. بس مبروك عليها بكل الأحوال. والسيت اب بالفعل حلو ومرتب بالثيم الأبيض مع شوية أكسنت باللون الأسود شي حلو بالفعل. باقي القطع ما مغير فيها شي. معالج رايزن 7 2600 رامات 16 جيجا وكارت 2060 ماوس رايزر اسنشل وكيبورد اي إلمنت زي 88 سماعة هايبر اكس الفا. شكرا للمشاركة صديقي بالفعل السيت اب صار أحلى بكتير. وننتقل لآخر مشترك. أنا آسف بعتذر من آخر مشترك. الإيميل انحذف بالغلط وراحت كل المعلومات ضلوا بس الصور فقررت أحطهم. ما بعرف اسمه ولا بعرف أي شيء عن السيتاب لأنه صار في شوية خربطة بالسيتابات من كتر المشاركات في الإيميل. صار يمكن عندي شيء 300 مشاركة ما بعرف مين أحطه من أترك. صاحب السيتاب إذا بتتابع الفيديو أترك تعليقك تحت بالكومنتات. اكتب المواصفات واكتب اسمك وراح احاول اثبت تعليقك. سيت اب جدا جميل ومرتب بالوان جدا متناسقة الازرق والبنفسجي مع بعض يا اخي كوكتيل بدون سكر بس حلو. حتى خلفية الشاشة متناسقة مع الالوان. انا بدور على هيك سيت ابات يكون فيهم شيء غير شيء مميز شيء خاص بصاحب السيت اب. فشكرا لك للمشاركة صديقي وهذا كان كل شيء لفيديو اليوم. انا ما بعرف شيء عن السيت اب بصراحة مشان هيك ما رح اتفلسف من عندي من مخي. ف صاحب السيت اب ان شاء الله بيترك تعليقه تحت. على اي حال هذا كان كل شيء لفيديو اليوم. اتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم المقطع لا تنسونا من اللايك ولا تنسوا تشتركوا بقناتي الثانية موجودة فوق وتحت بالوصف ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. كان معكم أخوكم أيمن محمد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم. بعرف اليوم خبصت كتير بالفيديو لأنه طلعت عن النص أو ما في نص من الأصل. سلام.